مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج صوتكم. هذا البرنامج أنتم الذي تتحدثون ولسنا نحن، نحن فقط نختار موضوع الحلقة، وأيضا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ورسائلكم عبر الأرقام التي ظهرت الآن أسفل الشاشة. اليوم نريد نحكي وياكم في موضوع اليوم 18 كانون الأول، يصادف كل سنة اليوم الدولي للهجرة. ومثل ما تعرفون كثير من الشعب العراقي هو إما مهجر داخليا أو خارجيا وإما نازح، وهذه الأمور اللي فرضتها أو اللي فرضها الاحتلال بعد عام 2003. أكو فرق بين السفر وبين الهجرة. ممكن أنت تسافر تغير جو، ونتيجة الضغوط، ضغوط العمل، ضغوط المعيشة، ممكن أنت تسافر إذا كان داخل العراق أو خارج العراق حتى تغير جو، وهذا وارد جدا. وما نراه بأنه الآن في عراقيين موجودين يسافرون إما إلى محافظات شمال البلاد للترويج، للترويح عن نفسهم. أيضا هناك سفر للسياحة، وهذا أيضا مرتبط بتغيير الجو، لكن أكو هناك سفر أيضا لغرض العلاج. وكثير من الشعب العراقي مثل ما تعرفون إما يذهب إلى تركيا للعلاج أو يروح للهند إذا كان يعاني من مرض معين، ويسافر خارج العراق للعلاج لأنه بالعراق لا يوجد طب. مع العلم أكو أطباء موجودين، لكن حتى الأطباء الموجودين داخل العراق محاربون من قبل جهات متنفذة. يعني أنا أسمع وحسب ما يقال بأنه أكو أطباء تدفع إتاوة للناس اللي مسيطرة على مناطق معينة في بغداد وفي ربما بقية المحافظات أقل وطأة، والناس ما بقت بيها، أو العراق ما بقى بأطباء ممكن الاعتماد عليهم. موجودين أطباء، نعم موجودين أطباء، لكن قلة قليلة طبعا. وأكثر العلاجات أو أكثر الأطباء هم يداومون بمستشفى أهلي، والمستشفى أهلي طبعا هو مستشفى ربحي، يأخذ من المريض ربما ملايين الدولارات وآلاف ملايين الدنانير أو آلاف الدنانير العراقية أقصد. إذا أكو هناك سياحة للعلاج، أكو السفر لغرض الشغل. واحد مصدر رزقه صار في مكان معين، يمكن أن يسافر لغرض الشغل في إحدى الدول العربية. طبعا مثل ما نسمع وموجودين الآن في الإمارات بكثرة، هناك في قطر، حتى في سلطنة عمان أيضا هناك كفاءات عراقية موجودة. وهاي الكفاءات العراقية ما طلعت يعني وهي مرتاحة البال. يا جماعة، موضوع الهجرة، يعني الشخص من يهاجر أو يسافر إلى غير بلد، الغربة صعبة جدا، الغربة صعبة جدا. يعني صحيح أنت تلاقي هناك الأمان والخدمات المتنوعة من كهرباء ومي وصرف صحي وغيرها، ومعاملات تشوفها ميسرة، يعني كلها عن طريق الأجهزة الكمبيوترية يعني تدار، خاصة في الدول الخليجية. لكن تبقى الغربة هي من أصعب المراحل اللي تمر على الشخص، أي شخص كان. عندنا أيضا السفر مثل ما قلنا أنت غير مجبر عليه، لكن الهجرة اللي اليوم هو موضوعنا، الهجرة أنت مجبر عليه. اليوم الدولي للهجرة مثل ما قلت يصادف كل يوم 18 كانون الأول. ما تمر مناسبة في موضوع الهجرة إلا ويذكر العراق وشعب العراق في موضوع الهجرة. الناس تهاجر من العراق لعدة أسباب، يضطرون إما لأنه اعتقل في مرة وطلع من الاعتقال، طبعا طلع بريء ما عنده شيء، أو مثلا يخلص محكوميته فشوفه يضطر إلى أن يهاجر خوفا من أن تلفق له تهمة أخرى تعود به إلى السجن. ولذلك نشوف أكثر الناس المعتقلين بدون أي ذنب أو جريرة يطلع من السجن مالته أو المعتقل بعبارة أدق، ويطلع خارج العراق خوفا من أن يستدعى مرة أخرى ويودع السجن مرة أخرى.
موضوع المهاجرين العراقيين حتى المنظمة منظمة الأمم المتحدة يعني الناس كلها تعرف بأنه العراق بما فيهم المنظمات الحقوقية من أكثر البلدان شعبها مهاجرين، وفي ذلك أسباب كثيرة سنتطرق إليها، ولكن بعد أن نأخذ الأخ صباح من بغداد. صباح، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، شلونك أخ صباح؟ شلون صحتك؟ يا أهلا وسهلا. هلا أستاذ. اليوم بدنا نحكي عن المهاجرين، ليش العراقيين يضطرون للهجرة خارج العراق؟ شنو الأسباب؟ طبعا الأسباب هي الأسباب الحكومة العراقية. أنا أكو صدى يرجع لي للصوت، يعني صوتي. نعم تفضل. لا صوتك زين. فالأسباب هي حكومية. احنا نعرف ان الملف الأمني صار بيد الحشد الميليشياوي وبيد الأحزاب الحاكمة اللي هي مشروعها هو تهجير الطبقة من علماء ودكاترة والأساتذة. نعم. والأكاديميين يعني صار عليهم ضغط من قبل الميليشيات من 2003 ولحد الآن. اللي بقى صامد يجون يقتلوه. نعم. واللي خاف على نفسه، تعرف أهواي شهادات عليا هاجرهم إلى خارج العراق، سواء دول الجوار. صحيح. في الشرق الأوسط أو في أوروبا. نعم. فهاي خسارة تعتبر للمجتمع العراقي، يعني الأكفاء كلهم هاجرهم وبقهم اللي عندهم شهادات جايبيها من الهند وماليزيا. نعم. وشهادات اللي ما يتعبون عليها هم. نعم. الحكومة تريد ناس يعني ما يديرون الدولة بصورة صحيحة، وخوف الأهالي على أبنائهم من سطوة الميليشيات أيضا ساهمت بهجرة الشباب. يعني صار طموح الشاب العراقي أن يصل إلى أوروبا، وشفنا إحنا الهجرة عن طريق تركيا وعن طريق بعض الدول في سبيل يخلصون من 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 يعني هذا الموت المحكم اللي. نعم. اللي يديره الحشد. نعم. وهذا التهجير العرقي الطائفي لمناطق معينة مثل حزام بغداد. نعم. وجرف الصخر وفي الأنبار وفي صلاح الدين وبالذات محافظة ديالة. نعم. اللي مع الأسف الإعلام الحكومي صامت من ناحية تليان بدر، يعني فتكت بالقرى السنية وبالمناطق السنية الموجودة في ديالة في السعودية. نعم. وعدة مناطق طبعا. نعم. تم تهجيرهم وجرف بساتينهم، وتشوف الناس لو قاعدة مخيمات. نعم. أو هاجرهم خارج العراق أي دولة كانت، يعني. نعم. من الناس تعوف أملاكها ومزارعها، والفلاح يعوف مزرعته وبعد ما يزرع، يعني هاي خسارة للعراق. أما هم هذا مشروع صباح مستمر. صباح، ليش الحكومة أو الحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الآن ليش ما تعالج مسألة أسباب الهجرة؟ يعني ليش دائما هي تعالج نتائج الهجرة، ليش دائما ما تعالج أسباب الهجرة؟ شنو السبب؟ طبعا الحكومة ما عندها أي شيء تقدر توقف به هذا الموضوع. نعم. يعني الحكومة هي جزء من هذا الموضوع، يعني هذا الملف اللي يعتبر ملف فساد. الحكومة هي مساهمة بهجرة الناس، شلون تعالج هاي الشيء؟ ولا هي تقدر تسوي صدر عفو عام وتقدر تلغي هاي المحافظة المقيتة وتقدر تخرج الناس من السجون وترجع الأهالي إلى مناطقها مثل جرف الصخر وغيرها. نعم. في سبيل تصير بادرة حسن نية من قبل منه، من قبل مع الأسف ناس سيئين مثل حزب الدعوة والميليشيات اللي هم جاي يعتاشون على هاي المناطق، يعني من يهجرون أهلها ويستغلون هاي المزارع في زراعة المخدرات أو في يجيبون ناس في سبيل يستغلون هاي الأراضي أو في المنافذ الحدودية. نعم. أو على الشريط الحدودي مع سوريا ومع غير دول إيران، ويعدهم مكاتب اقتصادية. بالطبع ما يريدون الأهالي يبقون بهاي المناطق. فهاي شغلة الهجرة، يعني وقفت الحكومة عاجزة عن غلق هذا الملف اللي جاي به خسارة للمجتمع العراقي. من نشوف الضابط الطيار يقتل والدكتور. نعم. يقتل في العيادة مالته، والأستاذ الجامعي يهدد، والدولة والقانون العراقي ما يحميهم. إذا الدولة مساهمة بهذا المشروع الصفوي الإيراني اللي جاي ينفذ على أيد الحكومة وأحزابها وعلى أيد الحشد بالذات. الحشد الميليشياوي. فكل الناس هاجرت، حتى الحروب اللي صارت في الموصل
والانبار وديالة، اللي سقوط المحافظات بيد داعش وبيد الميليشيات. نعم. وقعوا الناس بين مطرقتين، مطرقه الحشد ومطرقه الدواعش. نعم. فالناس صحيح. مجبره ان تهاجر خوفا على ارواحها. اللي هاجر هاجر، واللي بقى شفنا احنا الممرات الامنه الكاذبه. نعم. اللي سلكتها الابرياء والناس المواطنين وادت الى الميليشيات الحشد، وتم قتلهم. تم قتل الاف مؤلفه من الناس اللي ما هاجرت. يعني إذا اللي هاجر يخاف على نفسه يطلع في سبيل طيب يبدي حياة جديدة. نعم صح صباح. أنا أشكر اتصالك، أشكر مشاركتك ويانا. أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق سلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلونك أخوي؟ شلون الصح أبو عراق؟ أحكي برنامج. الله يسلمك أستاذ محمد. أحنا أنا أزعل من يقولون أكو حكومة. لا حد يقول أكو حكومة. نعم. يقول أكو ميليشيات. نعم. أكو ميليشيات جاهية اللي تتحكم بهذا البلد. نعم. هاي أكو حكومة أستاذ محمد. بالنسبة هسه يطلع لك الأخ أبو شيماء، أنا ما أريد أسيء الأدب إله. نعم. هسه يقول لك الحالة، العالم تطلع، العالم مرتاحة. نعم. العالم ضدنا أستاذ محمد الله يخليك. نعم. أنت هسه الحالة النفسية عند الشعب العراقي هسه أي واحد لو أكو دكاترة مضبوطين يفحصون العراق عم انتهى استاذ محمد. نعم. العراق انتهى. ليه؟ مو تحت حكومة، تحت ميليشيات، تحت عصابات، تحت مافيات. عمي العالم حقها من تطلع. تحت نفسيتها استاذ محمد الله يخليك. ولا هو لو بلد مرتاح باللحنك يطلع. لا طبعا الغربة صعبة أبو عراق، الغربة صعبة، مو هينة ترى الغربة، الغربة صعبة. وخلي اسمع لي الأخ أبو شيماء اللي البارحة تهجم على الأخ صباح حسن يتكلم. نعم. خلي يقول لي مال السقراوية وين ودوهم. نعم. وين دفنوهم؟ عمي ترى دفنوهم أحياء. الله يخليك يا أبو شيماء، أنت تهجم على الناس هاي. إذا أنت مرتاح عمي، ترى الناس ما مرتاحة يا أبو شيماء. قال الله بالمروة، خلي الله بين عيونك. والعالم انتهت يا أبو شيماء، والعالم انتهت معنوياته. هسه عندهم خبر، هسه مال السقراوية. قول لهم عمي ماتوا، وين بدا السجون لما يجوهم؟ ينطون نتيجة للناس، صحيح ينطون نتيجة للناس، يعني نجدة ينطوهم. نعم، ما كل نتيجة. دفناهم، موتناهم، ما احنا ندري وين وديتوهم. عدنا على بحثه. أنا أشكرك أبو عراق. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. أشكرك أنا أبو عراق من الفلوجة. ويانا الأخ أبو علي. أبو علي مين؟ أبو علي من لندن. أبو علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو الله علي يسلم. النجفي من لندن. أهلا وسهلا، شرفنا أخ أبو علي. الله، الله يسلمك يا أبي. أخ محمد تفضل يا أبي. بالنسبة للناس اللي تتهجر من العراق. نعم. ويخرجون خارج العراق، هذه فرحة للأحزاب والميليشيات. ليه؟ في الخضراء. ليش فرحة؟ هؤلاء. ليش فرحة؟ نعم نعم، على مود يخلون الساحة لهم حتى يسرقون وينهبون براحتهم. وهذا أمر من الإرهابي الداعشي خامنائي. نعم. تهجير الشعب العراقي حتى يفضي العراق إلى العجم المجوس. نعم. الجماعة صار لهم 3 أيام مخبوصين بالحسينيات، لأن أكو مناسبة وفاة الزهراء عليه السلام. نعم. والمعممين تاركين الانفجارات والاعتقالات، وتاركين مدارس ما عندنا ومستشفيات يدخلون بها البزازين. ها؟ نعم. وتاركين مصايب العراق، وتاركين المتظاهرين في النجف وغير النجف جاي يعتقلوهم وجاي يقتلوهم، ورايحين على هذا الرقاص اللي جاي من مصر. ها؟ قعد له يومين 3 محمد رمضان. نعم. وطو كم مليون وراح. وذولا شو يقولون؟ امس سمعت علي الطلقاني وابراهيم الجعفري، ذولا المعممين. يقولون هذا بلد المراجع وبلد العلماء وبلد الفقهاء، وانت ما نسمح لك. يعني انتوا ما تسمحوا لهذا بلد الفقهاء والعلماء؟ ك
كيف تسمحون للعصابات والميليشيات بالخضراء ينهبون ويسرقون الشعب العراقي؟ كيف تسمحون يا بلد العلماء والفقهاء يا معممين؟ ها كيف تسمحون أن المنافذ الحدودية مفتوحة على إيران وعلى سوريا، يدخل المخدرات والإرهاب والحشيشة والترياك وحتى الدعارة تدخل من إيران وتدخل من سوريا على طريق حزب الإرهاب، حزب الشيطان حسن نصر الله؟ زين أنتوا بلد الفقهاء وبلد العلماء، كيف تسمحون مكاتب باسم المتعة، مكاتب دعارة باسم المتعة تنفتح؟ أبو علي تنفتح علني بالنجف. أبو علي بس اهدى ويانا شوية، اهدى. أبو علي أنت ليش هاجرت لندن؟ شنو السبب؟ هاجرت لأن أنا بالنسبة لي 40 سنة صار لي بلندن، هواية يعني صار في أوروبا. نعم بس نعم. بس الجماعة اللي استوهم يعني المفروض من 2003 لحد هذا اليوم مثل ما هم يقولون بلد العلماء وبلد الفقهاء ودولة الحسين ودولة المهدي، المفروض إيش أكو واحد خارج العراق يرجع؟ زين لأنه هاي دولة المهدي المفروض تصير دولة عادلة، دولة الحسين المفروض تصير دولة عادلة. أنا شخصيا أبو علي النجفي كم مرة حاولت أجي للعراق وإجيت للعراق وحاولت أستقر في العراق وأجيب أولادي وجيت وحاولت بس ما قدرت. بلد ما ينعاش بي لا من الأمان، زين كود يقتلوك وينهبوك ويسرقوك وإنت لازم تسكت. أشكرك أبو علي، أبو علي النجفي من لندن، شكرا جزيلا. ويانا محمد من أمريكا. محمد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد ليش طلعت لأمريكا؟ شنو السبب؟ ليش هاجرت؟ والله يا أخي الميليشيات جيش المهدي هجرونا من العراق. نعم. هجرت طلبت لجوء لأمريكا. نعم. أخذوني عذبوني بالحسينية، ما بالحسينيات عندهم مسوي هالنجنات مال إعدامات. نعم. يعذبون بي المعممين ذول الوطخين. نعم. يعذبون بي جماعة المنظور مقتدر. نعم. هجمونا هجم. لا ما أريد تجاوز أبو محمد، ما أريد تجاوز لطفا الله يخليك. يعني أنا بتشومين إحنا بنعمي. نعم نعم حقك، بس تجاوز ما نسمح به هنا في قناة الرافدين. هذه المخدرات ذولا. نعم. جماعة إيران وإيران. نعم. مثل أبو شيماء وغير أبو شيماء ذولا كلهم ديون إيران ابن عمي. هجموا للبلد هجم مخدرات وقتل وسلب تهجير، لعبوا البلد هل لعب؟ نعم. عم بتعشوفهم هناك جبهة مالتهم ويا الأفغان. نسوانهم كلها ويا الأفغان عمي. لا 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 أبو محمد، يا معود محمد أنا أشكرك محمد، أشكر اتصالك، بس لا الخوض في الأعراض صعبة، صعبة علي وصعبة على القناة طبعا. ويانا حسين الحسيني من محافظة بابل. حسين السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أبا. أخويا كل المعاناة وكل التهجير التي حصل بالعراق من تدخل، بس ارفع صوتك، صوتك ما داسمع بشكل واضح حسين، بلا زحمة عليك. اي شوي ارفع صوتك يا أبا. لا يخالف. اي تفضل يا أبا تفضل. التهجير وعمليات على الناس الأبرياء هون في المحافظات الشمالية كانت كلها بسبب الأحزاب والميليشيات التابعة لها. نعم. والموالية إلى إيران. نعم. هذه وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات التابعة لهذا الطاغية السفاح مقتل الصدر. هذه ابتلعت الناس الأبرياء في النجف والتابعها وبقية المحافظات الأخرى. هذا ما زالت يمارسون الأعمال الإجرامية ومتعددين الأبرياء في كل المحافظات العراقية وعلى رأسها هذه الميليشيا القبيحة المجرمة وكل عناصرها المجرمين واحد المفسدين. نعم ما زالوا يمارسون نفس العمليات، هناك اعتقالات موجودة ما زالت مستمرة. نعم. نينوى وبقية وبيجالة على أي هذه الميليشيا القبيحة المجرمة. نعم المجرمة أكثر عناصرها أكثر عناصرها موالين إلى إيران. نعم. فصائلها أكثر فصائلها الموالية إلى إيران هي التي تستخدم عمليات الاعتقالات بحق الأبرياء في نينوى وإسرائيل. نعم. هؤلاء المجرمين
هم اللي نشروا الفوضى وهم نشروا المخدرات. نعم. كل مكان في العراق. وما زالوا يمجدون بها في الحسينيات وفي الجوامع هؤلاء المجرمين الطغاة. وشكرا. شكرا حبيبي حسين الحسيني من بابل، ويانا ابو شيماء من بغداد. ابو شيماء لك حق الرد طبعا، ذكر اسمك ولك حق الرد، تفضل. بس احنا اليوم موضوعنا ليش الناس تهاجر من العراق بمناسبه اليوم الدولي للهجره؟ الناس شنو اللي يخليها تضطر ان تهاجر وتترك العراق؟ تفضل ابو شيماء. شلونك استاذ محمد عين، شلونك؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يسلمك استاذ محمد، هذا مع الاسف اللي طلع من لندن، من يتكلم ليه يخلي مشاعر العالم ويهز مشاعر العالم؟ فالإنسان عنده كلام منطق بالمفروض، هو غير غيره بطرف ما في العراق بين مفروض احنا غيرة العراق واحنا شرف العراق من دافع عن العراق. مو احد قاعد بلندن مثل الكلب حق السابق. لا 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 لطفا، لا لا ماكو، لا لا رجاء غلط ما اريد، لان هو ما تجاوز عليك، فالغلط ما نسمح به احنا. لا تروح لغير قنوات تسمح لك بالغلط ممكن أبو شيماء، لكن هنا في قناة الرافدين ما نسمح بأي تجاوز على أي شخص كان، خاصة طبعا المتصلين. يعني تفضل كمل أستاذ محمد، أريد خاطرك واحترمك وأنا والله والله شوف لا تقول لي لا تقول لي لا تقول لي والله استباوع، لا تقول لي أستاذ، الأستاذ كبير علي، قل لي محمد وتكلم. تفضل أبو شيماء حبيبي. اي فالمفروض الانسان يتكلم بادب، لان هاي مراجعنا والمراجع خط احمر، هو العراق العراق هو ما قال مراجع، قال قال المعممين، ما قال ما ذكر مراجع. لا لا ما ذكر مراجع. يعني تقبل بالدعارة والرقص في بغداد بلد الاسلام؟ تقبل انت ابن عرب ومن عشائر؟ اي ادري اقول لك ابو شيماء، يعني اجى فنان معين الى بغداد، يعني اخذ ما يقارب 3 ملايين دولار على شنو؟ طيب احنا مو بلد يعتبر يعني بلد العمق مالته عمق ديني، فشلون يسمحون بهاي؟ يعني هو من هذا المنطق اللي حكى ابو علي النجفي من لندن، بهذا المنطق بهذا الاطار. يعني احنا ما نسمح اي واحد يتجاوز على اي شخصيه كانت عراقيه او غير عراقيه، لكن هو انتقد حاله. تفضل ابو شيماء. احنا استاذ كسبه وطلعنا من ذاتنا، احنا هذا الشيء غلط، احنا عراقيين ما نقبل. نعم. اي واحد مهما كان اي بس ابو شيماء، ابو شيماء انت تنكر بان اكو هناك ميليشيات مثل ما داعش هجر الناس وخلاهم كل واحد جوا نجمه، لا نبرئ داعش من اي شيء، تنكر بانه الميليشيات مارست بعض الضغوط الامنيه والناس يعني طلعت من بيوتها وهاجرت الى خارج العراق، تنكر هذا الشيء؟ بالبداية بالصحيح بالطائفية أستاذ العزيز، بس هسه الحمد لله تدعون نفس ميليشيات حشد اللي حمت الأرض والعرض في موصل والشهداء، شوف الأصوات صورهم في بغداد مليانة وكل محافظات العراق. إي بس أكو ميليشيات، أكو ميليشيات، حتى مقتدى الصدر قال عليها ميليشيات وقحة، هو بلسانه، هو صاحب الميليشيات، هو مقتدى الصدر صاحب الميليشيات قال أكو ميليشيات وقحة ومنفلتة، قال يعني هو اللي هو اللي ناقض نفسه بنفسه استاذ العزيز. نعم. هو اللي ناقض نفسه بنفسه، هو اللي جاب، هو جيت المهدي ومن اجى من حارب الناس، هو مو كان هو مسؤول عليهم ناس 3000 ريال من تين اللي عنده هسه. نعم. الحاله ما عاد عرفوا هسه طب المحافظات ما شاء الله، يعني بالعظميه وين ما كان ما في اشكال. نعم. الحمد لله ناس واحد وعرفت، وانا اشكرك استاذ محمد. انا اشكرك شكرا جزيلا، وش اسمه يعني حقيقه يعني لك حق الرد، وعطيتك المجال وأنت اللي نهيت الاتصال، أنا أشكرك شكرا جزيلا أبو شيماء. عندنا رسالة بس لو الأخوة بالكنترول يطلعون الأرقام والرسائل، أكو ناس ما تقدر تتصل وهذا إحنا مقدري طبعا. رسالة وصلت من أبو محمد من النرويج، يقول السلام عليكم وتحياتي لكادر قناة الرافدين البطلة. يقول أخي، أصبح المواطن العراقي يخاف على نفسه من التنقل بين المحافظات خشية تعرض ما يسمى بالحشد له، فالعودة من أحدى مدن إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد يواجه سيطرة للحشد تطلب منه بطاقة الأحوال المدنية، ولمجرد أن لقبه أو من المدن الغربية يقال له أعطنا اسمك الخماسي، وبالتالي يقولون أنه يعني له أن عليك اشتباه بالاسم ولا ينفذ بجلده إلا بعد دفع بين 100 إلى 200 دولار.
لينفذ بجلده رغم أن عمره 70 عام، فكيف لا يهاجر المواطن العراقي بعد أن وصل حاله إلى الخوف على نفسه من سطوة هذه الميليشيات؟ تحياتي لكم أبو محمد من النرويج. شكرا أبو محمد على هذه الرسالة. أكو إحصائية أعدتها مؤسسة اسمها مؤسسة القمة المعنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين. هاي المؤسسة تعنى بشؤون اللاجئين والمهاجرين. شو تقول هاي المؤسسة؟ تقول 40,000 عراقي في الأقل، أقل بالأقل مو بالأعلى، مو بالحد بحد الأدنى، تقول أكو 40,000 عراقي قدموا طلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2021. يعني هسه احنا بنهاية 2021 اللي قدموا على لجوء للاتحاد الأوروبي فقط في هاي السنة هم 40,000 عراقي. ويانا أبو علي من الناصرية. أبو علي السلام عليكم. عليكم السلام. مشتاقين شوفك. أهلا وسهلا أبو علي. يا مرحبا أبو علي، تفضل يابا. الله يخليك عم الله وجهك عاش وشافك. الله يخليك. تفضل يابا، أهلا وسهلا أبو علي، تفضل عيوني. شوف حبيبي، شوف هاي المشاكل جاي تصير عندنا بالعراق. نعم. هاي المشاكل شني صارت شني طائفية. نعم. من سواها؟ سوتها أمريكي أو طائفية. صحيح. سوتها بين الشيعة وبين السنة. صحيح. زين. صحيح. أجت القاعدة ها ثورة، يعني والله إحنا ماكو فرق وين. نعم. كل إحنا يعني. ماكو فرق والله يابا، والله يابا هسه عندي أبو, أبو 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 علي والله يا أنا هسه عندي أصدقاء والله العظيم هذا قسم والله لحد الآن ما أعرف هم سنة لو شيعة، وأستحي أقول له وهو همين يستحي. ما عندنا هذا الشيء. الله يخليك. أي ما عندنا. الله يخليك الله وجهك. فهاي شوف التفرقة، يعني إحنا الله خلقنا أمة واحدة. أقول لك إحنا شوف الله خلقنا أمة واحدة، بس هاي العداوات تصير بيناتنا. هاي شوف من سوتها الأحزاب اللي ذول إجوا من أمريكا. نعم. إجوا جابوته أمريكا ها زبتهم علينا، هم اتفقوا وياهم شو طائفي. نعم. يعني هسه ما ذول شو بقول لك الشيعة والسنة ما رادوا شيء، يعني هو يريد حقه، يريد وطن مو صحيح. صحيح. يعني هو يريد حقه. هسه المظاهرين شوف كان شيء، شوف الشيعة والسنة مو صحيح. نعم. زين السنة بالموصل واللي بالكرماتي. نعم. من طلعوا مظاهرات قالوا عم احنا نريد حقنا. نعم. نريد يعني زين نريد وطن. نعم. ها نعم. نريد ان بيت نسكن به. نعم. زراعة نريد. ايه. ابو علي العراقيين ليش يضطروا للهجرة؟ شنو السبب برأيك؟ ليش؟ السبب السبب حبيبي انا اقول لك شنو الهجرة، لأن بوك فساد. يعني ماكو وطن، اكو دولة. شو بس اكو دولة انا ما ادري، انا ما ادري فين هذا فين، يعني انا سجلت واقعا. نعم. يعني هسه هي هسه ايران دولة اسلامية على عين العراقي. مو نعم هسه هي هسه ايران مو مرتاحة كهرباء زين، يعني مرتاحة يعني مو مثل العراق زين. ليش يعني احنا ربعنا يركع لإيران؟ حتى إيران ما عندنا عداوة وياها. إيران يعني أقول لك احنا لا عندنا عداوة وياها. أنت تدري أنت يعني تدري أنت تدري إيران ما عندها ميليشيات؟ إيران ما عندها ميليشيات. إيران عندها ميليشيات يعني يشتغلون إلي يعني وكلاء. لا هي تأسس ميليشيات خارج إيران، لكن هي بالداخل ما عندها ميليشيات. ما ادري اقصد بالله العظيم ادري. بس انا بالنسبه قالوا انت مو خوشات زين. ايران شوف ايران السيد الخامنئي هو شوف حاط ذولا وكلاء. نعم. ها هو حاط وكلاء. نعم. ذولا سماك الميليشيات يعني حاطينهم للقتل. نعم. يعني اي واحد يقتلونه، يعني هم مسيطرين على اللي بالخمران، مسيطرين اللي دافع عن حقه يقتلونه. زين المظاهرين من ظهروا السلبيين. نعم. ها قالوا عم احنا جروعانين عمال. نعم.
وين المظاهرين الظاهرة والطالب مدرسة والطالبة الظاهرة؟ قالوا عم طونة ربع يعني ما أريد يعني ربع. أنا أشكرك أبو علي من الناصرية، شكرا جزيلا لاتصالك. أبو علي من واسط، آسف تأخرنا عليك أبو علي، تفضل يا أبي. عليكم. أهلا وسهلا، أهلا أبو علي، آسف شوية تأخرنا عليك أبو علي، آسفين جدا والله. أستاذ الغالي. لا لا مو أستاذ أنا، يعني محمد، قول لي محمد. محمد اليوم بدون أستاذ الله يخليك. أستاذنا الغالي. نعم أستاذ تفضل. أكو كلمة. ها؟ نعم. تسمعني أستاذ؟ أسمعك أسمعك تفضل. أكو كلمة للمرحوم طارق عزيز. نعم. من سيلو قالوا له أنتم ليش ما تفاوضون؟ نعم. المعارضة اللي بالخارج. إي نعم. أنا ما عندنا معارضة. عندنا مجموعة نصوص إذا قضوا العراق يدمرون. والله هاي المقولة. نعم. تابتوا هسه أنا الحاكم شيعي. نعم. تسمعني أستاذ؟ أسمعك أسمعك يابا. بس إحنا هسه اليوم إحنا خلونا نعرف الشيعة والسنة، إحنا ما كنا نعرف الشيعة والسنة. نعم. ما نعرف الشيعة والسنة. نعم. اليوم لا نعرف الشيعة. نعم. إحنا عراقيين فقط. عراقيين اذا بالجنوب واذا بالشمال واذا بالوسط احنا عراقيين. نعم. اليوم خلونا الى بعد ما تصير بين اكثر من هذا الطعام. نعم. وجماعه لصوص مثل ما قال طارق عزيز. لصوص وما الله يخلصها من عندهم بعد ولا احنا الا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أنا أشكرك أبو علي من واسط، أشكر اتصالك وأشكر مشاركتك، وآسف تأخرنا عليك شوية لكن تحملنا، وهاي القناة قناتكم طبعا. أكو 242 طالب لجوء عراقي، 242 ذولا الله يرحمهم توفوا خلال رحلة اللجوء إلى أوروبا، وعندنا 171 عراقي في عداد المفقودين ما يعرفون بهم وين، لأنه العدد 40,000 واحد. طبعاً دولة من طلعوا طلعوا كلهم قدموا طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، قسم من عندهم 7,000 واحد حسب مؤسسة القمة المعنية بالهجرة والنزوح بشؤون اللاجئين والمهجرين، 7,000 واحد هاجروا باتجاه بيلاروسيا، يريدون من بيلاروسيا يروحون إلى الحدود البولندية حتى يدخلون بولندا، منك من بولندا يروحون، ناس تروح لألمانيا، ناس تروح للسويد، ناس تروح للسويسرا، يعني يتوزعون في بلاد دول الاتحاد الأوروبي. أكو 242 طالب لجوء توفوا خلال رحلة اللجوء مالتهم. ذول ال 242 منو يتحمل مسؤوليتهم؟ يعني من تجي الحكومات الموجودة الآن، الحكومة المتعاقبة الآن، هاي حكومة مصطفى الكاظمي تصريف أعمال، ومن الممكن أن يرجع مصطفى الكاظمي هو رئيس وزراء، لأنه ربما يعني ربما تشير بأنه هو مدعوم من قبل التيار الصدري. 242 من يتحمل مسؤولية هذه الأنفس اللي راحت خلال رحلة اللجوء؟ ويانا الأخ سعد من السعودية، مو سعد؟ السلام عليكم. سعد عليكم السلام أخ سعد، تفضل يا أبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا أبا. تفضل يا أبا تفضل. في هذه الفترة المباركة. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أبي. عندي كم نقطة الله يوفقك إذا سمحت لي أبدأ. بس شوية إذا تعلي صوتك أكون ممنون جدا منك. إذا تعلي صوتك. أقول أول شيء سؤال الحلقة انعدام الأمن. نعم. يعني زي ما تفضل الأخ المتصل إنك ما تقدر تنتقل من منطقة لمنطقة لأن يخافون عليك يعني. نعم. هذه واحدة. ثاني شيء أنا بس أعرف شيء واحد. نعم. ألا وهو خلاص شرعية هذه العصابات بعد سقوطهم المدوي في الانتخابات. نعم. بأي صفة شرعية أن هذه العصابة جالسة لين الحين؟ نعم. أنا أبغى بس إجابة على السؤال هذا. نعم. أما بالنسبة للأخ أبو عيد يقول إني المعمرين يتلمون على الحفل وما الحفل وهذا، لأن نعم. الحفل جاء وهم جو يقوم باسم الدين، ما هم معترضين على النقطة هذه، هم ما هم معترضين على أن الفلوس هذه ممكن ينتفع منها الشعب. نعم. ومن لا هم يبغون شيء أصلاً يأخذون هذه لو موزعي على الفقرة هواية باعتراضهم على مجيء هذا، وأنا أشكر الشعب العراقي. نعم. على
مواقفه من ناحية ما حصل في العراق من ناحية هذا الموضوع. نعم. وأشكر القناة هذه. شكرا. وأنا أقول شعب أعزل بهذه العزلة قدر يسقط هذه العصابات، والله ما أحد يقدره، وإن شاء الله منصورين. وهذه شكرا أبو، شكرا سعد من السعودية، أنا أشكرك، شكرا جزيلا، أشكر اتصالك. مثل ما قلنا 242 من يتحمل مسؤولية هذه الأنفس اللي راحت؟ طبعا الحكومة لا، يعني ما شايف أنا هيك حكومة. وعدنا 171 عراقي انفقدوا من 2015 إلى 2020، 171 عراقي طلعوا على أساس لجوء أو هجرة، ولحد الآن ما حد ما يدري بيهم وين. لا الحكومات المتعاقبة هاي من 2015 كان حيدر العبادي هو رئيس وزراء، لأن استلم من 2014 إلى 2018. لا حيدر العبادي سأل عليهم، ولا عادل عبد المهدي، ولا مصطفى الكاظمي اللي تولوا هاي الفترة من 2015 إلى 2020. عندنا 171 عراقي انفقدوا أثناء طلبهم للهجرة، يعني من طلعوا من العراق بعد ما يدروا بيهم وين، وين راحوا يا حكومة. زين، أكو تقارير صحفية يعني مستقلة، ما تابعة لا للرافدين ولا تابعة لغير الرافدين، مستقلة، سوت استبيان بالشارع العراقي، وجدت بأنه نسبة كبيرة من الشباب كلها تفكر بالهجرة، مو كلها، أغلبها خلينا نقول يعني معظمها 90%، كل الشباب الآن يفكرون بالهجرة. إذا تسأل شنو أمنيتك هنا، ما يقول لك مثلا أشتغل هنا وكون أسرة وكذا، يعني هاي الحياة الدارجة الطبيعية، لا، يقول لك أنا أمنيتي أنا هاجر خارج العراق. يابا شنو السبب؟ واحد يقول لك والله بسبب الميليشيات، واحد يقول لك بسبب وضع السياسي، الوضع السياسي ما عاجبه، نفس الوجوه تدور. يعني اللي كان بالبرلمان صار وزير، دورة جديدة من الوزير صار بالبرلمان، إجا هذا أبو البرلمان صار وزير، وهكذا نفس الوجوه اللي موجودة. قسم كبير من عندهم الناحية الأمنية، يقول لك أنا ما مأمن على نفسي، من أطلع بالشارع ما مأمن على نفسي، لو أرجع لو ما أرجع، ممكن واحد من الناس يكتب علي في التقرير يتهمني اتهام باطل، ممكن. قسم من عندهم الناحية الاقتصادية، بالآلاف كل سنة يتخرجون من الكليات خاصة البكالوريوس وأيضا الماجستير والدكتورة، يطلع شوفوا مثلا واحد بالمطعم البارحة دا أشوف ما أدري فد فيديو، واحد ماجستير بالتاريخ يشتغل بمطعم، عنده ماجستير في قسم التاريخ، ما أعرف أي كلية، التربية أو الآداب ما أعرف، لكنه يشتغل بالمطعم، وهذا طبعا مو عيب، بس لازم الدولة توفر حتى الناس ما تضطر تهاجر بسبب الوضع الاقتصادي. والكثير من الشباب العراقي هم بدون فرصة عمل، ونشوف هاي كل يومية مظاهرات، يطالبون فرص العمل، يطالبون بالتعيين. أنا مو ويا الناس اللي تطلع تتظاهر بأنه كلهم يريدون يتعينون، لا، بس توفروا لهم فرصة عمل. شلون تتوفر فرص العمل خارج إطار الدولة؟ تجي عن طريق الاستثمارات الموجودة، بحيث تجي شركة من الشركات تستثمر بالعراق. أجي أقول أمام كل واحد أجنبي يشتغل في هذه الشركة قدامه 10 عراقيين، وبالتالي تقضي على البطالة الموجودة بين الشباب. لكن رأس المال مثل ما يقولون جبان، يعني من أجي أستثمر واحد يجي يستثمر أجنبي أو خليجي أو عربي، إذا هو ما مأمن على نفسه العراقي داخل العراق، شلون تجي هاي الشركات تستثمر؟ ورأس المال مثل ما قلت لكم جبان ما يقدر. ولذلك تشوف يا أما تعيين، أو مثلا ما عنده فرص عمل، أو يشتغل تاكسي، ويا أكثر التاكسيات بالعراق، هاي الازدحامات اللي تشوفوها هواي تاكسيات تشتغل بالعراق، من تجي تسأل لأبو التاكسي الوضع المادي تعبان، أكثرهم الشباب العاطلين على العمل يشتغل، يقول لك شو أسوي العاد، لازم أطلع يعني لقمة عيش إلي والأهلي. لكن إذا أكو مقولة جدا جميلة عجبتني، تقول بالأمان تبنى الأوطان، يعني ما قايل بالفلوس، يعني ما قايل بالمستثمرين، لا، أنت وفر أمان يجوك مستثمرين إلى العراق، لكنه إذا ماكو أمان يعني على غفلة الدولار من 120 إلى 150، زين هذا يا مستثمر يجي، زين شلون حيعامل الناس الموظفين عنده، على أي أساس؟ على أساس بأنه قيمة الدولار 120 لو 150 صعدت فصعدت 30 ألف بدون دراسة،
وانا اريد يعني فتشي من نقعد على الديسك مال الاخبار يعني بس مظهر محمد صالح هو الخبير الاقتصادي بالعراق، هاي من اسمع به من يمكن زمن قبل المالكي، اعتقد قبل المالكي من ابراهيم الجعفري او من المالكي، دائما الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، مستشار رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه مظهر، ادري مظهر محمد صالح، اذا انت كل هاي السنوات ما سويت نتيجه وما شجعت الشركات اللي تجي على الاستثمار، انت على شنو خبير الاقتصادي؟ انت بس تصدر بيانات بانه هذا هيك، يعني ما يعني مو شيء منطقي. يعني هل خلى العراق من خبراء الاقتصاد بقى بس مظهر محمد صالح؟ معقوله؟ حتى لو كان هو ناجح، يعني حتى لو كان، لكن تغيير الدماء مفروضه يعني. ويانا منو؟ ويانا منو؟ ابو احمد من الرمادي. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو احمد يا اهلا وسهلا. الله يجزيك الله يحفظك. اهلا وسهلا. بالنسبه لموضوع حلقه اليوم، موضوع الهجره خارج العراق. نعم. نعمت حالك. هو سبب الموضوع هذا هو سبب الوضع الحالي الموجود او الوضع السابق والحالي. نعم. من 2003 لحد هذا اليوم. نعم. تعاقبت الهجره من 2003 لحد يومنا هذا، بدأت يعني مراحل، وهي يعني تعرف أنت حصة الطائفية وحصة المقاومة ضد الأمريكان وغيرها. المهم فعليه بدأت الحكومة تطهير البلد، تطهير البلد من الكفاءات، من العلماء، من الأطباء، من يعني تعرف كل الكفاءات اللي موجودة داخل البلد، من الضباط السابقين اللي كانوا يعني شلون تقول قادة الجيش السابق اللي دحر إيران. فبدأت التصفيات على 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 مراحل، بعدين بدأت الأمور تتطور وتتكا يعني تصعد الطائفية وتصعد التهجير، فالبلد استقراره ضعف. وحكومات المتعاقبة اللي موجودة حكومة أضعف من حكومة، حكومة أحقر من حكومة، يعني كل ما تجي حكومة فهي يعني نقول افسد من سابقتها. نعم. الناس اضطهدت، الناس شافت ما شافت من ضيم وقهر وفقر او يعني وقهر، فبدات العالم تنزح، تريد استقرار، تريد امان، البلد ما بقى امان، طبعا انت تعرف البلد هو اهم شيء به هو الامان. نعم. اذا الامان راح فتدري كل كل شيء ما يبقى بعد. صحيح. فاحنا المعيشه كاستقرار هاي كلها نقول خليها ورا ظهرنا، لكن اهم شيء الانسان يلقى الامان. ماكو امان، الشباب اللي 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 تعرف الشاب من كبر ويريد مستقبله، ماكو مستقبل، يعني اللي يتخرج ما له مستقبل، اللي يريد يتوظف ماكو وظيفه، والتوظيف على 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 الأقربين على المادة أو بالواسطة. يعني بالواسطة بالواسطة بالواسطة. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، شكرا لك. يعني أعتذر جدا، لكن ويانا أيضا كامل من بغداد. أخ كامل السلام عليكم. كامل من بغداد، يمكن ما أدري قطع الاتصال، آسفين جدا أخ كامل. لجنة العمل والمهجرين في البرلمان الحالي تقول هاي في هاي البرلمان مالتنا دا يحكي، يقول 3 ملايين عراقي هاجروا خارج العراق او نزحوا داخليا منذ عام 2014، يعني من دخل داعش. شلون دخل داعش؟ هذا موضوع اخر. 3 ملايين عراقي هاجروا خارج البلاد او نزحوا داخلها منذ عام 2014. المنظمة الدولية للهجرة، منظمة عالمية دولية، تقول 1,200,000 عراقي يعيشون في مخيمات النزوح. بعدهم 1,200,000 عراقي يعيشون وين؟ بالمخيمات. هذا بعد أن تراجع العدد في عام 2018، أكو قسم من عندهم رجعوا، لكنه حاليا 1,200,000 عراقي يعيشون في المخيمات. 1,200,000 شخص في 287 مخيم للنازحين يعيشون. يعني تعرفون شنو؟ يعني 1,200,000 مخصص لهم ايش قد، ايش كم خيمة للنازحين مخصص لهم؟ فقط 287.
لعد ايش قد من عندهم ما يسكنون بالخيم يعني بالعراء ساكنين هيك، او مثلا مرتب له فتشي هو حتى يقيل الحر الصيف وبرد الشتاء. ارقام مرعبه صراحه يعني، هيك عدد لازم الدوله توقف عنده، لازم الحكومات يعني اذا عندها ضمير وانسانيه لازم تشوف ذول الناس ليش دا يهاجرون. وبعدين تروح على المخيمات النزوح مثلا على سبيل المثال، مثل ما تفضل احد المتصلين يعني مثلا جرف الصخر، ليش ما يرجعون الناس؟ عندك الاسحاقي، منطقه اسمها الاسحاقي على اللي جاي من في محافظه صلاح الدين، ما اعرف اذا كانت يمكن قبل سامره، الاسحاقي ويثرب ذولا من صارت مال داعش لحد الان ذولا حتى جرفوا بساتينهم وما يسمحوا لهم بالعوده ولا يقبلون ولا يعوضوهم الناس. طيب ليش هالشكل يعني؟ انت مو تريد تبني دوله، الدوله شلون تريد تبنيها؟ يعني هذا الحاس هذا التاب يعني حتى لو هسه تجيب مختلف الاجهزه، لكن منو اللي يعمل عليها؟ البشر، الطاقه البشريه اللي تعمل عليها. احنا ما عندنا اهتمام بالطاقه البشريه، بالطاقات البشريه مع الاسف يعني. طبعا الحديث يطول في هذا الاطار، والمعاناه تبقى مستمره الا اذا اجت حكومه وطنيه وكنست كل ذول الناس الحراميه. الشريف لا، لكنه اغلبهم يعني. يعني ذاك اليوم من مصادر يعني خلينا نقول عليها مؤكده نوعا ما، تعرفون هسه يعني مثلا مو اكو تحالفات بالبرلمان، مو اكو تحالفات يزيد العدد حتى اني استلم الحكم، زيد العدد. مثلا اكو ناس مستقلين يعني ما تابعين لاي حزب فازوا بالانتخابات، اذا يريدون ينضمون لهذا التحالف تدرون ايش قد سعره؟ يعني فد رقم مهول جدا انا استغربت عليه، يدفعون 4 مليون دولار حتى هذا المستقل يجي لهذا التحالف، حتى هذا التحالف يصير اكبر عدد وبالتالي هو يشكل الحكومه. 4 ملايين دولار تشتري بيها مقعد؟ مين الفلوس هاي؟ يعني من جلدي ومن جلدك مع الاسف. على اي حال انا اشكر جميع المتصلين واشكر الناس اللي تشوفنا بالتلفزيون الان، وان شاء الله نلتقي وياكم في حلقات قادمه من برنامج صوتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.